بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنكمل حل مسائل في الشيت اللي بدأنا فيه. طبعا حلينا أول مسألتين، هنخش على تالت مسألة لونجست سب سترينج وزاوت ريبيتنج. بكل بساطة هو ايه، هو محتاج ايه من ديت؟ قال لك هو هيديك كلمة، الكلمة ديت فيها مجموعة حروف، عاوز يطلع منها أطول كلمة بحيث الكلمة ما تكونش فيها حروف متكررة، ولازم يكون الكلمة ورا بعضيها. يعني إيه؟ واحد يقول لي طب ما ناخدها كلها، هقول لك قلت لك أول شرط ما يكونش فيها حروف متكررة. يعني مثلا A B C ما ينفعش آخد A، خلاص يبقى هي ديت أول قطعة ممكن اطلعها من ايه، من السترنج ديت. محدش يقول لي ايه A B C مش هعرف اخد ال A ولا ال B ولا ال C ولا ال B ولا ال B، يبقى A B C. انا اقصد اقول ايه، لو فينا مثلا زد ما ينفعش حد يقول لي ايه A B C، ما ينفعش اخد ال A لانها عشان ما تتكررش، ال B لانها موجودة معايا قبل كده، ال C معايا قبل كده. محدش يقول لي A B C زد، ده ديت مش كلمة موجودة هنا، هنا A B C ما فيهاش زيت. لازم اما اختار جزء من الكلمه لازم تكون ورا بعضيها بالمنظر ده، لكن ما ينفعش اقول له ايه وبعدين زد وبعدين سي وبعدين بي، لازم تكون ورا بعضيها. اذا شرطين، طلع لي اطول كلمه من الكلمه هديها لك بحيث ما يكونش فيها حروف متكرره تكون كلها ورا بعضيها. اذا اي بي سي، طبعا الزد دي ساكن الزد، اي بي سي دي اطول كلمه معانا اهي. طيب ممكن ناخد برضه B C A، طيب ممكن C B C A B، ممكن B C مش هياخد B، ممكن B C، ممكن A B C، ممكن C B برضو لوحدها. طلع كل الكلمات، طلع كل الكلمات، هل في فرق اطول كلمه؟ هتلاقي اطول كلمه السايز بتاعها 3، سواء دي او ديت او ديت او ديت. اذا اطول كلمه السايز بتاعها كام؟ 3 او بوت 3، هو عاوز السايز بتاع اطول كلمه. طب تعالى ناخد ديت، مش هتكون غير بي واحده، ما ينفعش اخد غير بي واحده، دي اطول كلمه لان كلهم بهاد، ما اقدرش اخد اتنين بي مع بعض، هي بي واحده اللي هاخدها، دي أطول كلمة اللي هي واحد. واحد، طب هاخد دي، طلع لي منها أطول كلمة، طلع لي من الكلمة دي أطول كلمة تانية، بي دبليو، مش هقدر أخد الدبليو، يبقى بي دبليو، دبليو كي إي مش هقدر أخد الدبليو، يبقى دبليو كي إي، ممكن برضو كي إي دبليو. تقدر تطلع لي كلمة جنب بعض الحروف بتاعتها مش متكررة اكتر من كده؟ ممكن تطلع، بس اكيد مفيش اطول من السايز كام؟ 3 اهو. اذا بكل بساطه، بكل بساطه بديك مجموعه حروف، طلع لي منها اطول كلمه، ما هنا طلعت كي كيو اي مش دي جزء من الكلمه، وطلعت كيو اي دبليو، انا بختار اطول كلمه واشوف السايز بتاعها بكام، وهو ده الناتج. اذا طلع لي كلمه الكلمه دي تكون ورا بعضيها في السترنجه ديت وما يكونش فيها حروف متكرره، وهات لي اطول وهات لي السايز بتاعها. واحد يقول لي هاخد دي كلها على بعضيها، اقول لك غلط، ليه؟ لان فيها حروف متكرره. اذا بي دبليو وقفت، مش هقدر اخد اكتر من بي دبليو في الحته ديت لان دبليو هتضطر. طب دبليو كي اي لغايه كده تمام، ما فيش حاجه تضطر دبليو، لا ما ينفعش. اذا دبليو كي اي كي اي دبليو، خلاص ما فيش حاجه عاديه. طب اي دبليو ممكن اخد دبليو بس، بس مين اطول كلمه ست حكام؟ 3. ما حدش بقى يقول لي ايه بي دبليو كي اي، دي مش كلمه من ديت، قلت لك لازم الكلمه تكون ورا بعضيها، ما ينفعش اختار الحروف بمزاجي واحطهم جنب بعض. اذا تصلحها لي تكون جنب بعض والحروف ما تكونش متكرره فيها، هات لي اطول كلمه السايز بتاعها. هي دي بكل بساطه المساله اللي احنا عاوزين نحلها زي الفل. طيب قبل ما نخش الكود وقبل ما نشوف اي حاجه، تعال نشوف ازاي نقدر نحل المساله دي بكل بساطه.
بكل بساطة ركز معايا كويس جدا. قبل بس ما اقول لك اي حاجة، انا بس عاوز اديك حتة بسيطة كده بعيد عن الموضوع، هنستخدمها في الموضوع طبعا بس كمان شوية. لو انا عندي قطعة مستقيم، واحد اتنين تلاتة، وبقول لك هنا الستارت وهنا الاند، حلو، هنا الستارت وهنا الايه الاند، بقول لك عاوز اجيب المسافة ما بينهم. الطبيعي تقول لي ايه؟ الاند 3 ناقص 1 هيدوني 2 اللي هم ايه؟ اللي هم دول. طيب لو عاوز اجيب عدد النقط هزود عليها 1 تبقى كام؟ تبقى 3. اذا انا لو عاوز اجيب المسافة ما بينهم هقول له اند ناقص ستارت 3 ناقص 2 1، 3 ناقص 2 3 ناقص 1 قصدي 3 ناقص 1 2، دي المسافة ما بينهم. بس لو عاوز اجيب عدد النقط يبقى 3 زائد ناقص 1 2 زود عليها 1 هيدينا 3 اللي هو التلات نقط دول 1 2 3. حلو، حلو قوي. تعالى كده نشوف بقى هنا. انا هو هنا هعمل ايه؟ هعمل حركة بسيطة، هقول له طبعا انت عارف ده ان دي سترينج، يعني دي سترينج عبارة عن ايه؟ عبارة عن array of char. هنا هيبقى 0 1 2 3 4 5 6 7. هبدأ هنا بإيه؟ بستارت وإند الاثنين، الإيه؟ الاثنين واقفين فين؟ واقفين على الزيرو. فأنا هعتبر دي إيه؟ طبعا عندنا دلوقتي السايز النهائي اللي احنا هنطلعه كريزلت ايكوال زيرو. السايز بكام؟ بزيرو. السايز النهائي اللي انا هقول له اطول كلمه بزيرو، بدين بزيرو. طيب السايز اللي ستارت والان واقفين على الزيرو، انا لو انا هاخد دي بس واعملها كانها جزء من الكلمه، السايز بتاعها كام؟ واحد. هجيبه ازاي؟ اللي ستارت ناقص الان، هقول الان ناقص اللي ستارت بلس 1 عشان اجيب. لو قلت اند ناقص ستارت، اند بكام؟ بزيرو ناقص زيرو هيدينا زيرو، ماشي. بس دي نقطة واحدة هزود عليها واحد تبقى واحد، اذا هيبقى الاند ناقص الستارت بلس 1 عشان اجيب كام بوزيشن عندي. طيب هحرك الاند مرة بس بتشيك، هل الاند استخدمناها قبل كده؟ لا، البي ما خدناش قبل كده. طيب عشان اجيب عدد النقط هقول له الاند اللي هي واحد ناقص الستارت زيرو بلس واحد تبقى كام؟ تبقى اتنين. الاتنين يبقى ده اكبر سايز معانا لغايه الاتنين. ركز معايا تاني من الاول خالص اهو، من الاول خالص. انا قلت لك من شويه انك انت لو عندك مكان واتنين وتلاته بوزيشن، لو هتجيب مسافه بينهم هيبقى الستارت او الاند ناقص الستارت بلس الاند ناقص الستارت، كده انت هتجيب المسافة اهو. الاند ناقص الستارت هيدينا كام؟ هيدينا مسافة بينهم، يعني هنا لو عاوز اجيب الايه المسافة يبقى 3 ناقص 1 بكام؟ ب2. طب انا عاوز اجيب البوزيشنز اللي موجودة، عدد النقط هزود عليها ايه؟ 1. حلو، انا هنا واقف بالستارت والاند على اول ايه؟ كاركتر، واعتبر ده اللي انا هاخده بس، يعني اعتبر ده جزء من الكلمة، مش الحرف ده جزء من الكلمة. أيوه، عاوز أجيب عدد البوزيشن بتاعته هقول له الإند ناقص الستارت بلس واحد يبقى زيرو ناقص زيرو زائد واحد هيدينا كام؟ واحد. طيب قلنا السايز هيبدأوا بزيرو، السايز بشكل عام هيبدأوا بزيرو، تمام. يبقى أطول كلمة وصلتها دلوقتي السايز بتاعها كام؟ واحد، اللي هو حرف الإيه؟ حرف الإيه. حلو أوي، حلو جدا. اذا كده اول كلمه اقدر اطلعها هو حرف الايه؟ الايه. هنقل الايه مره ايه؟ اللي هي الاند، هنقلها كمان مره هنا واتشيك هل البي اتكررت قبل كده؟ لا ما اتكررتش، اذا همشي في اللي احنا بنعمله عادي. شايف كل مره بدخل حرف بتشيك، لو مش متكرره بمشي عادي. بمشي عادي ازاي؟ هات الستارت الاند قصدي اللي هي بكام؟ بواحد.
بقت اي بي. خلاص خدنا الاي بي دلوقتي، الستارت عند الاي والاند عند البي، يبقى اي بي عشان يجيب السايز يبقى اي الاند اللي هي كام؟ الاند هي 1 1 ناقص الستارت 0 بلس 1 هيديها كام؟ 2. 1 ناقص 0 ب1 زائد 1 ب2، الاثنين ولا الواحد اللي كانت معانا؟ طبعا الاثنين، يبقى السايز اطول سايز معانا اللي هو الاثنين. من اول مره طالعين ايه؟ بعد كده اي بي ده كانت سايز 1، سايز 2، سايز الاثنين معانا اللي هو اللي يكسب لانه الاطول. حلو، يبقى لغايه دلوقتي سايز الاثنين هو اطول حاجه. هنحرك الاند كمان مره ونشيك هل السي موجوده قبل كده؟ لا. خلاص نمشي زي ما بنعمل. الاند بكام؟ ب2، الستارت ب1 وزود 1، قصدي الستارت بكام؟ ب0 وزود 1 هتساوي كام؟ 3. فخدنا اي بي سي فعلا السايز بتاعها كام؟ السايز بتاعها 3. طيب السايز ده ولا السايز اللي قبل ده؟ لا السايز ده اللي هو الايه؟ التلاتة. حلو الكلام؟ حلو الكلام لغايه دلوقتي. اذا بدات بستارت واند وابدا امشي، طول ما الحرف اللي بدخله اللي ببدا انقل للاند في كل مره طول ما هم ما بيتكررش معايا قبل كده، انا كده فين؟ انا كده في الامان، وببدا اجيب الاند بلس ستارت بلس 1 عشان اجيب السايز. لغايه كده ما اعتقدش ان الموضوع فيه ايه اي صعوبه. طيب لغايه دلوقتي السايز ب3 ما فيش مشكله. حلو، نبدا نحرك الاي اللي هي الاند، نحركها مره بس ركز معايا. جيت لقيت ايه بقى؟ الاي لما حركتها دخلت الايه، هل ده ينفع؟ لا. اول ما الاقي الحرف اللي انا هدخله على السنج بتاعتي موجود قبل كده، خلاص اذا ما اقدرش اخد ده، ما اقدرش ادخل كده، فهجيب الستارت تبدا فين؟ تبدا من هنا عشان ابدا ايه؟ ابدا سترنج جديد، لان خلاص السترنج اللي فات مش هقدر ادخل عليه حاجه لان بعديه الايه، فجبت الستارت هنا عشان ابدا سترنج مره ثانيه جديد، لان خلاص اطول سترنج اقدر اطلعه من ده هو 3، مش هقدر اطلع اكتر من كده لان مستحيل ادخل ايه عليه، هبدا بالستارت هنا وبالاند هنا وابدا نفس الخطوات. هجيب الايه؟ الستارت ناقص الاند 3 ناقص الستارت بكام؟ 3 ناقص 3 زائد 1 هيدينا كام؟ 3 ب0 زائد 1 ب1. اذا ممكن اطلع من السترنج ده حرف الاي بس اللي هو الايه ده من اول هنا مثلا حرف الايه بس. هل السايز ده اكبر من السايز اللي معايا؟ لا، اذا مش هاخد ده لان ده سايز بتاع واحد صغير. طيب هنقل الاند، هل البي اتكررت معايا قبل كده؟ شايف انا قلت فان هنا، هنا انا بادئ من اول الستارت منين؟ من هنا، لكن اللي قبل كده ماليش دعوه خلاص. هل موجوده؟ لا. هجيب الستارت الاند ناقص الستارت، الاند بكام؟ ب4 ناقص 3 1، 4 ناقص 3 1 زائد 1 2، السايز بتاعها 2 اللي هي الاي بي. هل الاثنين اكبر من السايز اللي معايا اللي انا كنت مطلعه للاي بي سي؟ لا، اذا هخلي معايا الثلاثه، اذا دي برضو مش محتاجه. طيب هدخل مين؟ هدخل السي. هل السي الاي بي سي او هل السي اللي دخلتها موجوده قبل كده؟ لا، اذا هجيب الخمسه ناقص الثلاثه الاند ناقص الستارت بلس 1 هيدينا كام؟ 2 زائد 1 3. هل السايز ده اكبر من السايز اللي معايا؟ هو بيساويه، يعني اي واحد فيهم مفيش مشكله لانهم الاثنين بيساووا بعض. حلو، هنقل الاند فين؟ هنا. اما انقله الاقي البي اتكررت، هروح اخد الستارت احطها عند هنا، لان انا مستحيل اكريت كلمه من اول ايه لغايه السي اكتر من كده، ما ينفعش اكرر البي كمان. ما ينفعش اكرر البي او ما ينفعش احط البي، مستحيل، انا اخري لغايه هنا. اذا لا اقدر اكون كلمه صغيره اي بي سي، اي بي اي سي، ما اقدرش ادخل البي، فعشان كده جبت الستارت وهبدا تاني. طيب الستارت والاند يبقى 6، الاند 6 ناقص 6 بلس 1 يبقى كام؟ 1 اللي هو البي، كانت طلعت حرف البي وقلت هعمل كلمه من حرف البي بس. بس هل السايز اللي معايا الواحد اكبر من 3؟ لا، فمش هعمله. هنقل الاند هنا، هلاقي دخلت حرف البي، اذا رحنا للستارت
فين هنا؟ شايف انا نقلت حرف الاي، انا كان معايا البي، ليه تحدث نفس البي؟ مش هينفع، ما يقدرش اقول بي بي خلاص، ما يقدرش من اول هنا لغايه الاخر اكون كلمه غير مكون من حرف واحد اللي هو البي، لان انا ما ينفعش ادخل البي عليه. هنقل الستارت هنا، ستارت والان 7 ناقص 7 بلس 1 اللي هو ايه؟ 1 اللي هو حرف البي لوحده من اول هنا. السايز 1، هل اكبر من معايا؟ لا. خلاص خلصت السترينج، اكبر سايز طلعته هو الثلاثه، فعلا طلع لي الكلمه من الحروف ديت ورا بعضيهم بدون تكرار، مش هتلاقي كلمه اكتر من حرف ثلاثه، وهي دي الاجابه، وهو ده الحل. واللي انا شرحته لك ده كله عشان في الكود الموضوع يكون سهل بالنسبه لك. طيب تعال بقى نشوف الكود هيمشي ازاي. قبل بس ما ابدا احل، في جزء انا لاحظته كده ممكن بس ايه يعني نغيره، حاجه بسيطه. مش احنا قلنا الاس والاي دول عند ايه؟ عند الاي، فجبنا الماكس سايز، ايوه. حركناها هنا جبنا الماكس سايز، ايوه. حركناها هنا جبنا الماكس سايز، ايوه. ده كله كل ما بدخل حرف جديد مش موجود في اللي قبله، يعني هنا الاي فجبتها كان سايز 1، دخلت البي، هل البي موجوده قبل كده؟ لا مش موجوده، فدخلت الايه؟ البي عادي. هدخل حرف جديد اللي هو مين؟ اللي هو السي، هل السي موجود قبل كده؟ لا مش موجود، فدخلته عادي. جينا عند الاي، فكنا لما قلنا الايه، لو جينا عند الايه، الايه موجوده قبل كده، فكنا بنجيب الاس عند مين؟ عند الان. لا يا عم، مش هجيب الاس عند الايه، عند الايه. ايه رايك الستارت اللي كانت هنا، مش انت عندك دخلت الايه هنا؟ طيب عشان الجمله تكون صح او الكلمه تكون صح، لازم احذف ايه منها، بما ان دي داخله. ايه رايك خلي الاس هنا عند الواحد، بقت بي سي اي، يبقى دي الجمله بتاعتي، وكده انا برضه في الايه، في الامان. يعني بدل ما اخلي الاس عند الايه، لا انا هحذف الحرف المتكرر. يعني مش ده الحرف اللي دخل عليهم، هما كانوا كده، ده الحرف اللي دخل عليهم. طب عشان يكون صح حذف الحرف الايه المتكرر. طيب تعالى كده نشوف الحل بالسي بلس بلس. ادي الفانكشن، اول حاجه هروح اعمل فولو واقول له انت اي ايكوال 0، اي اقل من، خلي بالك، خلينا نكتب دي end equal 0، end اقل من ايه؟ اقل من الاس دوت سايز والاي بلس بلس. احنا لو جالنا السترنج بالشكل ده، تعال ناخد اي سترنجايه، اي سترنجايه. طيب خلينا ناخد وليكن السترنج، ممكن ناخد السترنج ديت اهي، خلينا ناخدها اهي، نخليها معانا عشان نقدر بس ايه، نقدر ان احنا نشتغل اهي. خليت الان هو اللي هيبدا يلف على مين؟ على السترنج بتاعتي كاركتر كاركتر. وخليت هنا انت ستارت ايكوال برضو ايه؟ صفر. كده الستارت هنا، وكده الاند فين؟ الاند. حلو، عملنا الستارت والاند، وبنلف على مين؟ وبنلف على مين؟ بنلف على السترنج بتاعتنا. طيب في كل مرة هعمل تشار سي واقول له الاس وفي الايه وفي الاند، فبكل بساطة في كل مرة. طبعا انت عارف ان السترنج عبارة عن في الشار، يعني الاس اس اوف الاند بكام؟ بزيرو. اس اوف زيرو بايه؟ طيب لما الاند تكون بواحد، يبقى اس اوف الواحد ب، وهكذا. طيب هعمل هنا متغير اسمه انت ماكس سايز، ده بكل بساطه ايكوال اي زيرو، وده اللي هيشيل ايه اطول كلمه هتكون موجوده عندي، ايه السايز بتاعها. طيب مشينا هنا عند الاي والاس، ايوه. عاوز معايا الماكس بزيرو حاليا، طيب انا واقف عند الاي والاس،
لو كونت كلمة مكونة من الايه؟ السايز بتاعها كام؟ السايز بتاعها زي ما قلنا من شوية، لو قلت له الاند ناقص الستارت بلس 1، يعني ديت بكل بساطة، بكل بساطة الاند بكام؟ بزيرو، بلس الستارت بزيرو، زيرو ناقص زيرو بزيرو. هروح مزود بقى عليهم الواحد يدينا عدد الايه؟ النقط اللي هي واحد، مش اند بزيرو والستارت بزيرو، زيرو ناقص زيرو بزيرو، بلس واحد هيديني واحد، اللي هي ايه؟ السايز بتاعتها، زي ما كنا في بداية الفيديو، لو معاك نقطتين عاوز دي مسافة وعاوز دي عدد النقط، فبنزود واحد في الآخر. طيب ديت انا عاوز اجيب الماكس بين ديت والماكس سايز بتاعي، انا الماكس سايز بتاعي زيرو دلوقتي، فعاوز اقول له ماكس بين الماكس سايز اللي معايا ومين ودول، واخزنهم فين في الماكس سايز، يعني عاوز اعمل ماكس فانكشن مبنيه في السي بلس بلس، بديله ماكس سايز وبديله الايه السايز بتاع الجديد، وهو بيجيب الاعلى فيهم ويخزنهم في ماكس سايز. طب دي رجعت واحد ودي زيرو، يبقى الماكس سايز اصبح قيمته بكام؟ بواحد. طيب الاند بقت بلس بلس، بقت بكام الاند؟ الاند بقت بواحد. طيب السي هتكون اس اوف الايه الوان اللي هي البي، طبعا لسه ما استخدمناش الاس لغايه دلوقتي، هنعرف فيما بعد دلوقتي. طيب ماكس سايز هتساوي الماكس ما بين الماكس سايز اللي هي الواحد حاليا، هي بقت واحد، هنجيب الاند اللي هي واحد ناقص الستارت زيرو، دي هترجع واحد، زائد واحد زائد واحد باتنين، فعلا الاي بي استفتح باتنين، الاتنين ولا الواحد؟ لا الاتنين طبعا، فدي تبقى اتنين. نلف تاني، الاند بقت بكام؟ بقت باتنين، مش احنا عملنا اول مره الاند كانت بزيرو بعدين واحد، حاليا في كام؟ في الاتنين. اند اقل من السايز، الاس دو السايز، السايز طبعا بكام؟ باتنين، اربعه، سته، ثمانيه، طبعا الاتنين اقل من الثمانيه، تمام. فهيخش يجيب سي اللي شار بتاعي ايكوال الاس اوف الاند، الاند بكام؟ باتنين، اتنين يعني كام؟ يعني سي، يعني دي قيمتها بسي، طبعا دي لسه ما استخدمناش لغايه دلوقتي، هنعرف فيما بعد. فهجيب الماكس سايز، الماكس سايز ما بين مين ومين؟ ما بين الماكس سايز اللي معايا دلوقتي هو الاثنين، انا لغايه دلوقتي اكبر كلمه مكونها اي وبي اللي هي اثنين، فبقول له شوف لي بقى الماكس مين الاكبر، الماكس سايز اللي كانت معايا ولا الجديده؟ الجديده اللي انا لما نقلت مين؟ لما انا نقلت الاي هنا، الاي بقت عند الاثنين اهي، الاند عند الاثنين. فهقول له اند اللي هي الاثنين ناقص الستارت اللي هي زيرو باتنين زائد واحد بقت تلاته، دي رجعت تلاته، تلاته ولا اتنين؟ طبعا هتقول لي تلاته، فدي تلاته، اذا ده الماكس ايه؟ سايز، وهكذا، تمام. طيب لما جينا بقى عند الاي وحطيناها هنا وبدا عندنا، بقت عند التلاته دلوقتي، الاند التلاته، عاوز اسال هل الاي موجوده في اللي فات؟ صح ولا غلط؟ لان الاي فعلا متكرره، اذا انا عشان اقول هل الاي موجوده في اللي فات لازم اكريت حاجه تخزن اللي فات عشان اسال، فانا هعمل حاجه اسمها فيكتور، حاجه اسمها قصدي ماب، ماب اتشار واند، هسميها ماب. طبعا انت عارف الماب كي وفاليو، والكي مش بتتكرر، الفاليو بتتكرر عادي، لازم تكون فاهم يعني ايه ماب وفاهم الاستراكشر بتاع الماب. طيب ادي الماب، هقول لك في كل مرة في كل لفة من أول إندكس زيرو لغاية الآخر، في كل مرة هقول له ماب دوت دوت إيه؟ عاوزين نعرف في الماب إزاي بنقدر نحط كي أهو، في سي بلس بلس كي، هقول له للشار الفاليو بتاعتها الإند. أنت عملت إيه؟ أنا عاوز أقول له في كل لفة من أول الزيرو في إندكس زيرو، الإند بإندكس زيرو، فراح جاب السي اس اوف الزيرو بايه؟ طبعا عامل الماكس زي ما احنا اتفقنا، هيقول له ايه؟ ماب اوف السي، السي دلوقتي بكام؟ ده تشار، شايل ايه؟ اس اوف الزيرو اللي هو الايه الايه، اذا هنا اصبح الماب ديت اول حاجه فيها ايه؟ ايكوال ايه؟ اندكس تحت اللي هي الزيرو، اذا في اول لفه ماب اوف السي والسي ديت عباره عن اس اوف الزيرو، اس اوف الزيرو هي الايه؟ اذا الكي اللي اسمه ايه؟ بيساوي الاند اللي هو اندكس زيرو. اللفه اللي بعديها
بقت واحد، يبقى الاس اوف الايه الواحد لسه كل واحد ليه البي، يبقى ككي بي ايكوال الان اللي هو الايه الواحد. يعني انت لو لاحظت هتلاقي الماب دي بتشيل كاركتر ده ككي، والفاليو هو الاندكس بتاعها، كل كاركتر بالاندكس بتاعها. طب نيجي هنا، اما كانت بقى بكام؟ باتنين. اما كانت باتنين، اما كانت باتنين قال لك ماب اوف السي، السي دي عباره عن ايه؟ اس اوف الاثنين، اس اوف الاثنين ادي الاس اوف الاثنين اللي هي سي، يعني هنا هيبقى كي سي ايكوال كام؟ ايكوال اثنين. حلو، ده اللي الماب ايه؟ خزنتها. نيجي بقى عند الثلاثة، بص بقى عند الثلاثة، عاوزين بقى عند الثلاثة اهو نضيف بقى الكونديشن اللي يسأل هل الايه موجودة في اللي فات؟ هو ده بقى الكونديشن اللي احنا عاوزين ايه؟ نسأل عنه. ركز معايا كويس جدا، نقدر نيجي هنا ونسأل كونديشن بسيط جدا، اف هل الماب بتاعتي دوت فاين الكي اللي هو السي، مش السي ده اللي هو الاتشار اللي بيجي من هنا هو الكي، هل بيحتوي على الكي؟ اقول له نوت ايكوال ماب دوت ان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بقول له ماب دوت فايند سي، احنا واقفين عند مين؟ عند الايه دلوقتي؟ واقفين عند الثلاثه اللي هي الايه؟ انا خلاص الاند الثلاثه حاليا اهي، فانا هقول له سي هات لي الاس اوف الثلاثه، اس اوف الثلاثه يعني ايه؟ يعني دي رجعت لي ايه؟ فانا بقول له هل الماب دوت فايند حرف الايه؟ نوت ايكوال ماب دوت اند، معناها ايه؟ معناها بقول له لو انت بتعمل فايند وما وصلتش لنهايه الماب معنى كده انك لقيتها. يعني ايه؟ هقول لك لو انا عندي ماب، لو انا عندي اهو عندي ماب اهي فيها قيمه وقيمه وقيمه وقيمه، طبعا كيو فاليو طبعا، انا بس مش عاوز ارسم كتير اهي. حلو، دي مثلا ايه 1 بي 2 سي 3 دي 4 تمام، وبقول لك ابحث لي عن مين؟ عن الدي، ودي مثلا زد 5، ابحث لي عن دي، فهتقول لي هل دي الدي؟ لا. هل دي الدي؟ لا. هل دي الدي؟ لا. هل دي الدي؟ هتقول لي اه، فالنهاية الماب اهي. طب هل انت وصلت للنهايه؟ لا ما وصلتش، فعشان كده بقول له لو انت ما وصلتش للنهايه هتخش هنا معنى كده انك لقيتها. طب لو انا بقول لك ابحث لي عن اكس، فهتيجي هنا بص بقى هتيجي هنا اكس، هل دي اكس؟ لا 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 لا، خرجت. اذا وصل للنهايه، معنى ان وصل للنهايه وخرج بره الباب انه ما لقاهاش، لو كان لقاها كان عاطل فيها وكان وقف. فعشان كده بعتمد على حته هل الماب دوت فاين نوت ايكوال للاند، يعني ما وصلش للاند من الاخر، يعني هل الماب بعد ما عملت فاين ما وصلش للاخر؟ لو ما وصلش معنى كده انه لقاه، انه لقاها. طب لو هو ما وصلش ولقاها زي الكيس دي بالظبط، الايه لما دخل اكيد هيلاقيها لانها موجوده، فمش هيوصل للنهايه. بدل ما لقاهاش، قصدي بدل لقاها، قلنا نعمل ايه؟ اللي ستارت نخليها باللي بعدها بايه؟ ب1. طيب في هنا كمان كونديشن هحطه بس عشان نضمن الدنيا بتاعتنا، هقول له اند اند، هقول له ماب اوف السي بتاعي اكبر من او تساوي مين؟ اللي ستارت. ليه الكونديشن ده؟ احنا اول كونديشن بنتشيك ان الماب فيها الكي بتاعنا اللي هو احنا واقفين عند ثلاثه، فهل الايه طبعا دول اتخزنوا في الماب اهي، فهل الايه موجوده؟ قال لك اه. طيب وهنا ماب اوف السي، ماب اوف السي والسي شايله الايه، يعني ماب اوف الايه هات لي الفاليو بتاعتها زيرو، ما انا بقول له ماب اوف الكي هيديني الفاليو، ماب اوف الكي هيديني الفاليو، فهي الفاليو بتاعتها اكبر من تساوي الستارت، فين الستارت اهي؟ معنى كده انها انها بتتاكد ان فعلا الفاليو اللي هو الاندكس بتاعها من عند الستارت، وانت ايه وانت رايح هنا في الجزء ده عشان اتاكد فعلا ان الاندكس بتاعه في الجزء اللي انا عاوز اجنوره، عشان اجي هنا واقول له بقى ايه، اقول له الستارت بتاعتي ايكوال هات لي الفاليو بتاعت الكي ديت اللي هي ايه زيرو، وزود لي عليها واحد عشان يروح على مين اهو ماب اوف الكي، الكي مين؟ الكي
اللي هي الايه بزيرو. طبعا اللي متخزن اهو ده اللي متخزن في الماب، فتشكيت هل الايه موجوده؟ اه، والاندكس بتاعها فعلا اكبر من او يساوي الستارت في الجزء ده، اللي هو اكبر من او يساوي الستارت، يبقى انت تمام. هعمل ايه؟ عاوز اجيب الاندكس بتاع الايه وعاوز اسيبه وهنقله على اللي بعديها، فعشان كده رحت جايب الفاليو بتاعت الايه اللي هي بزيرو وزودت عليها واحد، بقت بكام؟ بقت بواحد. وقفت هنا، اصبح السترنج بتاعي بي سي اي، وده فعلا سترنج صحيح يبدا يكمل عليه. وبكده يبقى احنا عندنا الدنيا بتاعتنا. لو خدنا دي رحنا حطيناها هنا، نعمل سبميت، الله اعلم هيبقى صح ولا ايه، ده مش بعيد يجيب لنا رونج انسر، او مش بعيد يجيب لنا اصلا سينتاكس ايرور. معقول اعمل سبميت؟ تعالى كده. لا طبعا قلت لك اكيد اكيد. طيب احنا هنا مستخدمين الماب، محتاجين نمبورت الماب. طيب ماب، طبعا هي الماب المفروض بالمنظر ده صح، مش كابيتال، اه بالمنظر ده. طبعا دي مفيش حاجه اسمها اي بلس بلس، اسمها اند بلس بلس، احنا مسمينها اند مش اوف. ستارت ان ناقص ستارت بلس 1، ايه اللي مزعلك؟ ستارت هتلاقي كمان ستارت غلط، ماشي اهي. طيب كده شغال 10 على 10 اهو. نروح تاني اهو، نعمل سبميت. سبميت طبعا في ايرور ده اكيد يعني، واحنا هنخلص من ايرور دي مش معانا، في كوز زيادة. تمام نعمل سبميت كده برضو، كومبايليشن ايرور، في كوز زيادة، في كوز زيادة. طيب عشان ايه نعمل برود احسن، عشان مش ناقصين وجع قلب، سي بلس بلس اهي. انا مش عارف بصراحة انت ده عامل ايه، ادي الفانكشن بتاعتنا، وادي الفور لوب بتاعتنا، وادي. طيب تاني كده قال لك ايه، اه نسينا نعمل حاجه مهمه جدا طبعا لغايه هنا، ان احنا المفروض بعد ما نخلص خالص الكود بتاعنا دي بترجع انت هترجع مين؟ الماكس سايز. احنا نسينا الريتيرن الماكس سايز، ريتيرن ماكس سايز، هنرجع لمين؟ الماكس سايز اللي هو اطول كلمه عندي. طبعا يا شباب هنا كل اللي عملناه، عشان برضه الناس اللي ما تقولش انا مش فاهمه، عملت الستارت، عملت الاند، وعملت الماكس سايز، كل مره بجيب الكاركتر اللي عليه الدور. طبعا عملت الماب عشان اخذناها فيها، وبتشيك لو هي موجوده فيها قبل كده، عشان لو موجوده فيها قبل كده اجنورها، زي ما كانت الاس مثلا هنا، وكنا عندنا اي بي سي ودخلنا الايه، احنا ما دخلنا الايه، اصبح عندنا 2 اي، فالاس شلتها وحطيتها فين؟ حطيتها هنا، اصبح عندي الايه السترنج بقى شكله ايه؟ شكله صح. وهنا بجيب الايه؟ الماكس بالماكس سايز القديم والماكس سايز الجديد، وعرفنا ازاي بنجيب السايز. يعني الموضوع ما اعتقدش ان شاء الله هيكون صعب عليك. طيب اهو سبميت، ربنا يستر. اخيرا اكسبتد، ما فيش اي ايه؟ ما فيش اي مشكله. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك في الفيسبوك ولينك تحت في الديسكربشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.